أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله والصحابة أجمعين. نحييكم أيها الإخوة الأحباب المشاهدون والمشاهدات والمستمعون والمستمعات بتحية إسلامنا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، للإيمان مذاق وحلاوة. الذي يؤمن يتذوق، من عرف اغترف، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. الذي يعرف قيمة الإيمان وطعم الإيمان، من دخل داخل الإيمان فآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، صلى صلاته وصام وبر والديه واتقى الله سبحانه وتعالى في سائر أعماله، هذا يذوق طعم الإيمان. للإيمان مذاق أحلى من العسل، أحلى من الشهد. أسأل الله العلي العظيم أن نتذوق الإيمان جميعا. يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث له قال: ذاق طعم الإيمان. من يا رسول الله؟ قال: ذاق طعم الإيمان من ووجد حلاوة الإيمان. قال: لثلاثة أصناف. ولا يعني ذلك أن هناك أناس لا يذوقون، بالعكس هناك أناس، لكن هؤلاء خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا كان الله سبحانه وتعالى ورسوله ودينه وشرعه أحب شيء في حياتك، أنت بتحب أبوك ويأمرك أبوك بمعصية، تقول له: والله يا أبا إني بحبك، والله إني بدي أطيعك، بس والله ديني أغلى، خليني أطيعك بطاعة الله، خليني أطيعك بشرع الله سبحانه وتعالى، خليني أبرك بقال الله قال رسول الله، ابعد عن المعصية. والله يا إخواننا ستذوق طعم الإيمان عندما تفضل الله على كل شيء. فما بالكم وأباؤنا مسلمون بفضل الله لا يأمرون بمعصية. تحب زوجتك وابنتك، والله يا زوجتي إني بحبك، والله يا زوجتي إني أنا بحب إليك الخير في الدنيا والآخرة، لكن والله هذا اللي بسمحه لبس بهمش، اتحملي من أجل الله، البس الجلباب من أجل الله. مظبوط يا بني أنا قاعد بصحيك على صلاة الصبح، بس والله يا بني إن صلاة الصبح أولى منك، أمر الله أولى منك وأولى من راحتك. أنا بحب لك الراحة، لكن الراحة الحقيقية إنك تقوم وتصلي الصبح، الراحة الحقيقية إنك تيجي على نفسك وتصوم، إنك تيجي على نفسك وتبكي لله، تيجي على نفسك وتدعو لإخوانك المجاهدين في كل مكان، أن تنظر بنظر العطف والمحبة لأهلك في غزة هاشم. هذه المحبة لما تكون لله ورسوله أولا، والله ستزداد محبتك لوالديك ولزوجتك ولأبنائك. لكن بدها تذوق، بدها عمل. قال: ذاق طعم الإيمان. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. بتحب هل بيصلي وهل بيصوم وهل مربي لحي سنة لرسول الله؟ مش معنى ذلك أنه أنا بكره الناس، أعوذ بالله، مش معنى ذلك أنه بنحتقر الناس، أعوذ بالله. حتى اللي بيصليش، حتى الكفار نحن نكره أعمالهم، والله نحب لهم الخير، نحب لهم الإسلام، نحب لهم الجنة. والله أيها الإخوة الكرام، أننا نحب لأعدائنا أن يسلم وأن يدخل الجنة، لأن الله عز وجل
أحب إلينا من كل الناس وأحب إلينا من نفوسنا. هذا الحب أيها الإخوة الذي يجعلك تسامح الناس وتعفو عن الناس، هذا الحب الذي يجعلك تحترم الكبير وتوقر الصغير. أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن لا تحب إنسانا إلا لله. وإذا رأيت إنسانا طائعا تحبه أكثر، وإذا رأيت إنسانا عاصيا تشفق عليه، ومن محبتك إليه تدعوه للخير. ثم الثالث قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. في حد بيحب يقذفك في النار؟ تحب حدا يمسكك وحطك في النار؟ أعوذ بالله. هكذا المسلم يكره الكفر ولا يحب الكفر ولا يحب هذا الأمر العظيم الشرك بالله، لا يحب علمانية ولا شيوعية ولا قومية عربية، ولا يحب إلا لله، لا يحب إلا الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية، لا يحب هذا ويكره الشرك ويكره العلمانية ويكره اليهودية ويكره النصرانية التي لا تعبد الله سبحانه وتعالى. ليس كرها في الناس ولكن نكره أعمالهم. فلا يحب إنسان مسلم أن يرجع إلى الكفر كما لا يحب أن يقذف في النار. أسأل الله العلي العظيم أن نذوق طعم الإيمان وإياكم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.